الأساسية لنجاحنا اليوم. طبعاً نحن كعمال الشابة ابتدينا بحملة اسم الحملة أحمد. وبكل الحضور الكرام، أهالي شهباء، أهالي مقاطعة شهباء الصامدة، ونشكر إدارة المرأة الشابة في حركة الشبيبة العربية الديمقراطية لتنظيم هذه الاحتفالية المباركة. مناطق الشهباء وعمام مناطق الفدرالية لشمال سوريا بنجاح هذا الإنجاز. المرأة الشهباء مبارك النجاح الأول للانتخابات. I'm